فسوف تجدون الرابط أسفل الفيديو. فور الدخول إلى الموقع سوف تختارون هنا الجهاز الذي تريد أن تقوم بتحميل البرنامج عليه. هذا البرنامج يعني متوافق مع 3 أجهزة، يتوافق مع الويندوز وكذلك نظام الأندرويد وكذلك نظام الاي او اس. تختار أي نظام تريده، مثلا أنا عندي ويندوز، أضغط على أيقونة الويندوز ثم سوف يحولك إلى صفحة التحميل بهذا الشكل. تضغط كذلك على الداونلود الموجود هنا ثم يتم تحميل البرنامج على الجهاز الخاص بك. فور أن تتم تحميل البرنامج سوف يعطيكم أيقونة بهذا النحو، تضغطون عليها مرتين ثم تقومون باختيار اللغة وتضغط على اوكي ثم نيكست اي اجري انستال، ثم يتم تثبيت البرنامج على الجهاز الخاص بك. ننتظر لحين ما يتم انتهاء تثبيت البرنامج. تم الانتهاء من تثبيت البرنامج ونضغط على فينيش هنا، ثم تنتظر حتى يفتح معك البرنامج على الحاسوب الخاص بك. ننتظر. تم فتح البرنامج وكما ترى هذه هي واجهات البرنامج. الآن كل ما عليك فعله هو التسجيل في الموقع حتى يكون لديك حساب مفعل في هذا الموقع. إذن كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى هذا الرابط كذلك الذي سوف تجدونه أسفل الفيديو. فور الدخول إلى الرابط سوف تقومون هنا بإدخال معلوماتكم الشخصية، هنا الإيميل، تدخل الإيميل وفي الخانة الثانية تكتب اليوزر نيم ثم في الخانة الثالثة تقوم بكتابة الباسورد ثم في الخانة الرابعة تقوم بإعادة كتابة الباسورد. ثم بعد الانتهاء من إملاء هذه الخانات تضغطون على sign up free، عفوا علي أن أقوم بإعادة كتابة الباسورد. ثم تضغط على sign up free ثم سوف تنتظر لحين ما يتم إنشاء حساب جديد في هذا الموقع. ننتظر. ثم كما ترى الآن نأتي إلى عملية التفعيل الخاصة بالموقع. نقوم هنا بالذهاب إلى هذه الخانة هنا ونختار البلدة التي نقوم بها أو يعني البلد الذي نقطن به. أنا أقطن بالمغرب لذا سوف أبحث عن المغرب. المغرب، تبحث عن البلد الذي تقطن به مثلا. أنا المغرب لذا سوف أختار المغرب. كما ترون هذا هو المغرب، أختاره. ثم هنا تضع الرقم الخاص بك، الرقم الهاتف الخاص بك، لذا سوف أضع رقمي الخاص. ثم بعد إدخال رقمك الخاص تضغط على سوبميت. ثم كما ترى هذه الصفحة ينقلون إليها ثم تنتظر لحين يتم التوصل بالرسالة. تم التواصل بالرسالة كما سمعتم قبل قليل. هذه هي الرسالة وسوف تتوصل بها إلى الهاتف الخاص بك وبها كود التفعيل.
كود التفعيل سوف تجده في الرسالة، ثم تضعه في هذه الخانة الموجودة هنا. وصلني كود الرسالة هو على هذا النحو 4583، ثم تضغط على سوبميت وتنتظر حتى يتم تفعيل الحساب الخاص بك ويتأكد الموقع بأن هذا الرقم الهاتفي هو خاص بك. تنتظر ثم كما ترى تم تفعيل الحساب الخاص بي والدخول إلى اللوحة الرئيسية الخاصة بحسابي. إذا بعد أن تقوم بالتسجيل على الموقع تنزل وتذهب إلى المرة الثانية إلى البرنامج وتدخل هنا اليوزر نيم الذي قمت بالتسجيل به في الموقع. أنا قمت بالتسجيل بهذا اليوزر نيم، ثم الباسورد. بعدها تضغط على Remember Me على هذا النحو، ثم تضغط على سيجنال للمرة الثانية هذه الخانات، ثم تضغط بعدها على سيجنال حتى يتم تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في البرنامج. ثم كما ترى تم فتح البرنامج بنجاح. هنا يعطيكم اليوزر نيم الخاص بك كما ترى، وهنا لتقوم بالاتصال فقط تضغط على هذه الأيقونة هنا، ثم تدخل الرقم الخاص بك هنا، تدخل عفوا الرقم البلد الذي تقطن به، ثم هنا تدخل الرقم الخاص بك والذي تريد أن تقوم بالمكالمة معه، ثم تضغط على هذا الزر الخاص بالمكالمة، ثم يتم الاتصال مباشرة إلى هذا الشخص. أما إذا أردت أن تقوم بإرسال رسالة إلى هاتف أي شخص تريده، صديقك أو هاتفك الشخصي، فقد تضغط على فايل، ثم بعد ذلك تنزل إلى التكست الموجود هنا، التكست تضغط عليها، ثم هنا تختار البلد الذي تقطن به. أنا أقطن بالمغرب، لذا سوف أختار المغرب. المغرب، أين أنت المغرب؟ هذا هو المغرب. ثم هنا تدخل الرقم الذي تريد أن تقوم بمراسلته. أنا سوف أدخل رقمي الخاص حتى تتأكدون بأن الطريقة شغالة. أدخل رقمي الخاص على هذا النحو، ثم تضغطون على أوكي، ثم تم تخليق نافذة بهذا الشكل. هنا تقوم بإدخال الرسالة التي تريد أن تقوم بإرسالها لهذا الشخص. مثلا سوف أقوم بإرسال هاي على هذا النحو، ثم تضغط على التكست الموجودة هنا، تضغط عليها، ثم تنتظر لحين ما يتم التوصل بالرسالة. كما ترون تم التوصل برسالة إلى هاتفي الخاص كما سمعتم قبل قليل، وهذه هي الرسالة المكتوب فيها هاي، وصلتني بعد قليل كما ترى، وصلتني قبل قليل عفوا إلى الهاتف الخاص بي. لذا جربوا هذه الطريقة وسوف تجدون بأنها شغالة 100%. إذا أرجو أن تكون قد نال إعجابك هذه الطريقة، وأرجو أن تكون قد استفدت.